قامت جمعية أهل الخير العمل التطوعي الإنساني واتحاد التجار والحرفيين لولاية تلف بالتنسيق مع كذلك قاعة حفلات لؤلؤة، حيث قمنا بختان 70 فرد. الفرق الإنشادية والفرق المغربية والفرقة الشعبية سيمبو نعجة وفرقة المسرح ترغو فوزي، بارك الله في الجميع ونشكر جميع المنظمين وبارك الله في الجميع. نشكر جزيل الشكر للعائلات اللي جاوا ساعدونا وجاوا عاونونا، كلي جاب الكاطو كلي كل واحد واش دار وشاركونا هذه الفرحه، هي فرحه، هذه فرحه جماعيه ماشي الفرحه تاعنا وحدنا. ونشكر جميع عائلات الشرفيه